مستمعينا الكرام، السلام عليكم إلى هذا العرض الإخباري من قناة الشروق. نبدأ بالعناوين. والي جنوب دارفور يعلن إرسال تعزيزات أمنية إلى تولوس للسيطرة على نزاع قبلي. العاصمة الفرنسية باريس تستضيف غدا الخميس مؤتمر أصدقاء السودان. واشنطن تعتزم تسمية سفير لها بالخرطوم في أسرع فرصة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمادوك اتصالا هاتفيا بولي ولاية جنوب دارفور المكلف هاشم خالد للوقوف على أحوال الولاية بعد الأحداث التي شهدتها أمس. وقدم والي ولاية جنوب دارفور خلال الاتصال تقريرا مفصلا عن الأوضاع في الولاية، والتي تبين من خلالها أن الصراع الذي نشب بين بعض المكونات السكانية والقبلية في الولاية راح ضحيتها 30 شخصا. وأبدى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمادوك أسفه على مآلات هذا الصراع، ووجه والي الولاية بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات. قال والي جنوب دارفور المكلف هاشم خالد محمود إن تعزيزات أمنية كبيرة دفعت بها الولاية إلى المناطق التي شهدت نزاعا قبليا أمس حول محلية تولوس وبعض المناطق الأخرى بالولاية. وقال الوالي خلال تصريحات إعلامية إن 20 شخص سقطوا في المواجهات بين عناصر من الجانبين وعدد من الجرحى، وأكد أن تشكيلات من القوات النظامية انتشرت في المنطقة بالإضافة لتعزيزات أخرى وصلت إلى الولاية من وسط دارفور لتمشيط مناطق النزاع وتفريق المتجمهرين من الجانبين والقبض على الجنى. وقعت أحداث مؤسفة بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات في المنطقة غرب مدينة تولوس اللي هي في المنطقة خور شمام، أو بالأحرى قرية اسم قرية عمرية. وحقيقة بدأت المشكلة بمتفلتين حرامية قاموا بسرقة بهايم وجو منطقة تولوس حسب الرواية، وبعد ذلك تطورت هذه العملية لصراع قبلي، ويمكن راح ضحيته لحد الآن 20 شخص، 12 من أهلنا الفلاتة و8 من أهل الرزيقات. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويتقبله ويتغمده بالرحمة الواسعة. وهناك كثير من الجرحى. وحقيقة يمكن لما جانا الخبر نحن أمس الساعة 4 ما عندنا افتتاح في هذه المنطقة، منطقة تولوس وكتيلة وتولوس ما عندنا قوات نظامية، فقمنا بدفع 13 عربية مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ووصلت في زمن قياسي قبل المغرب وصلت المنطقة، والحمد لله وجدت يمكن عملت عمل كبير جدا، فصلت بين القبيلتين في منطقة خور شمام. لكل الجهات دي كان الرزيقات ولا الفلاتة، نحن أي تجمعات نلقاها في هذه المنطقة بنتعامل معها كعدو، وأدينا أوامر واضحة جدا للطيران حقنا لقوات المنفتحة تتعامل معاهم إن شاء الله، ولا بد أن نحمي أهلنا إن شاء الله، ربنا يحفظ بلادنا وأهلنا وديارنا. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس غدا الخميس مؤتمر أصدقاء السودان. اجتمع رئيس الوزراء عبد الله حمادوك ووزير الخارجية الفرنسي جان إيفيز لودريان عبر الهاتف، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر أصدقاء السودان. وبحث حمادوك مع الوزير الفرنسي الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة كورونا ومجهودات دول العالم لحصار الوباء والانتهاء منه. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي أنهم يعملون بشكل حثيث على اختيار سفير لدى السودان في أسرع فرصة. وأثنى بومبي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على التطورات الجارية في السودان، وقال إن الإدارة الأمريكية تريد أن تدعم العمل الرائع هناك. وأكد بومبي خلال تصريحه ضمنا قبول ترشيح السفير نور الدين ساتي سفيرا للسودان في واشنطن.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات. وتشير التوقعات إلى صدور قرار من وزارة الصحة بتمديد حظر التجوال الشامل بولاية الخرطوم إلى فترة إضافية. يأتي ذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. سجلت الحالات الجديدة بولايات الخرطوم 60 حالة، القضارف 4 حالات، سنار 4 حالات، الجزيرة 3 حالات، الشمالية حالتين، النيل الأبيض حالة واحدة. أما الوفيات فقد سجلت وفاة واحدة في الولاية الشمالية من ضمن الحالات المعلنة اليوم، وثلاثة وفيات في ولاية الخرطوم. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 852 حالة متضمنة 49 وفاة. دعت حكومة ولاية القضارف مواطنيها إلى عدم الانزعاج من إجراءات دفن المتوفين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجراءات وقائية عالية تتخذ بدءا من تجهيز الجثمان حتى مواراته الثرى. وكانت مجموعة من المواطنين قد اعترضت عملية دفن أحد المتوفين بفيروس كورونا، مما اضطرهم للبحث في عدة أماكن لمواراته الثرى. وقالت أميرة الجدال المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف إن الوعي يجب أن يكون كبيرا بالإجراءات التي تتخذ لحماية المخالطين والأطقم الطبية، حيث أن عملية تعقيم الجثمان وغسله وحتى دفنه تتم تحت إشراف إدارة الوبائيات بوزارة الصحة. الجثة دي بتصل هي معقمة تماما غير معدية، احنا تعاملنا معها حية ومع سوائل، أكيد بنعرف نوقي روحنا. وبعد ما تدفن هي بتحضر بطريقة معينة، أكيد بضوابط معينة، وحتى معايير الدفن. يعني الجثة بعد تدفن في الأرض ما بتكون معدية، حتى القبر بتاعها بيكون بمواصفات خاصة، فدارين المواطن يطمئن إنه يعني أكيد الجثة دي بعد تدفن ما بتكون معدية. هي من تتم معالجتها في المشرحة هي بعد ما معدية ولا مصدر للعدوى، فدارين المواطن يطمئن تماما إكرام الميت دفنه لازم، يعني من حقنا عليه كمسلمين من إنسان من ناحية إنسانية لازم نسرع بدفن الموتى ضحايا جائحة كورونا. أعلنت السلطات الصحية بالشمالية تسجيل الولاية لحالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في كل من الدبة ومروي، بينها حالة واحدة أو حالة وفاة واحدة. وقالت مدير عام الصحة بالشمالية بالإنابة دكتورة مياسة مصطفى عبد الرازق إن حالة الوفاة تتبع لمحلية الدبة، توفيت بمستشفى الضمان مروي، أما الإصابة الثانية تتبع لمحلية مروي لامرأة في الثمانينات من العمر، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة لأربع حالات، حالتان بدنقلة وحالة بالدبة وحالة بمروي. قرر مجلس حكومة ولاية نهر النيل إغلاق المعابر والطرق البرية الحدودية ما بين محلية أبو حمد ودولة مصر بشكل كامل، وشدد على إحكام ونشر نقاط الارتكاز للمراقبة الثابتة والجوالة على طول الحدود، وذلك من أجل تضييق الخناق وقفل المنافذ أمام شبكات تهريب البشر وحركة المعدنين. واعتمد مجلس حكومة ولجنة أمن الولاية حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين الأسواق الداخلية بمحلية أبو حمد من دخول المعدنين. وقال والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد إن هذه الحزمة من القرارات تتسق مع الموجهات المركزية وقانون الطوارئ الصحية أو من أجل التصدي لجائحة كورونا. للمدراء التنفيذيين في كافة محلياتنا، وركزنا بصورة يعني كبيرة وبصورة عالية على محلية أبو حمد، حيث تعتبر هي المنفذ الأكبر لولوج كل الغادمين من مصر ومن المناطق بتاعت التعدين إلى هذه الولاية. صدرت موجهات للسيد المدير التنفيذي واللجنة الأمنية بالسيطرة الكاملة على المعابر الدخول والخروج والمتابعة اللصيقة والتبليغ عن أي يعني تجمعات ومكافحة الظواهر من شأنها المساعدة على انتشار هذا الداء. عندهم عدد من الاحتياجات وجهنا على الفور بتوفير اليون، وكل الناس يعملوا في نسق متكامل يكافحوا هذا الداء
بصورة طيبة. خصصت إدارة المرور بشرطة ولاية القضار في احتفالات أسبوع المرور العربي للمساهمة في جهود مكافحة جائحة كورونا، حيث نظمت حملة لنظافة وتعقيم أقسام الشرطة والمستشفيات والسوق العمومي وتوزيع للكمامات. وقال نصر الدين عبد القيوم والي ولاية القضار المكلف إنهم يثمنون عاليا دور الشرطة وشرطة المرور في تنظيم حركة الناس والمركبات خلال فترة الحظر، إضافة لدورهم المجتمعي في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. هي شرطة السودان وشرطة الولاية بصفة خاصة، ونهنيهم بهذا الأسبوع، ونشيد بهم مشاهدة كبيرة جدا إنه هذا الأسبوع خصصوه للتوعية لمكافحة جائحة الكورونا، فهذا يمكن دور كبير جدا بيقوموا بإخواننا الشرطة في المساهمة في دحر هذا المرض اللعين بإذن الله تعالى. نشيد إشادة كبيرة بشرطة ولاية القضارف لمجهوداتها في بسط الأمن بكل أنحاء الولاية، وهذا العمل اللي قدموه اليوم يساهم مساهمة كبيرة في التوعية للمواطن بخطر هذا المرض، فنقول لهم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وهذا ديناهم الشرطة. من جانبه تعهد صابر اللجابو مدير شرطة ولاية القضارف بدعم كافة الأنشطة والمشاركة بفاعلية في كل ما من شأنه المساهمة في كبح جائحة كورونا. المرور يعني في ظل ظروف يعني تمر بالبلاد ظروف مرضية، وهذا الأسبوع يعني يتم الاحتفال به بناء على توجيهات وزارة الداخلية العرب ووزارة الداخلية، وهذه السنة يعني التوصية كانت إنه الأسبوع يكون كله عن وباء كورونا، في العادة الأسبوع يعني كان بيكون لمدة أسبوع يكون فيه فعاليات كثيرة تبصر بعمل المرور والتسغيف وما له، لكن هذا العام إن شاء الله يعني سخر الأسبوع كله للتوعية والتعقيم وإسقاط في وباء كورونا. المبادرة بتاعتنا بتاعت شرطة الولاية، إحنا لنا فترة وبنجهز للولاية للمبادرة، ولنا انتهزنا هذه الفرصة وقلنا نعمل المبادرة معنا لتعقيم أقسام الشرطة وبعض المستشفيات وبعض من أسواق. أكد مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية العقيد شرطة أحمد الطيب الفضل أن ما قامت به شرطة مكافحة التهريب من ضبط عربات تحمل مواد غذائية مهربة وسلع متعددة من دولة مجاورة لداخل الولاية، أكد أن العملية تعد إنجازا يضاف لسجل الإنجازات الكبيرة والمتكررة لإدارة مكافحة التهريب، ومواصلة لجهودها السابقة في ضبط المواد والسلع المهربة عبر حدود الولاية. وأشار إلى أن إدارة مكافحة التهريب الشمالية تعمل في منع التهريب وضبط المتسللين عبر حدود الولاية، وذلك من أجل المحافظة على الاقتصاد الوطني. في بعض كمية كبيرة من الكريمات ومستحضرات التجميل، وبرضه في مواد كيميائية، يعني احنا حد ودينا المعمل عشان نتأكد من مدى يعني حقيقتها، لأنه الناس كانوا بيقولوا هي مواد بتاع التعقيم بتاع غرف عمليات، يعني يبقى الضبطية كانت بقت تحمل كذا كذا نوع، يعني زمان كانت الضبطية بتجي موجهة بصنف واحد، لكن هسه دي يعني الناس زين لقت صورة ولقت رواج واستغلت الظرف الصحي بتاع البلاد وبقت يعني مخضرة حتى في الخلا. من جانبه أشاد العميد شرطة منتصر معتصم مامون مدير إدارة الشؤون العامة بشرطة الولاية ممثل مدير شرطة الولاية الشمالية، أشاد بجهود قوات الشرطة السودانية وتعاونها مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى في بسط الأمن والاستقرار وتأمين الحدود. في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود تم اليوم القبض على عربات تهريب محملة بمواد مختلفة، في إطار الجهود المبذولة في تأمين الحدود في الولاية الشمالية من أحد دول الجوار، وهي تحمل كميات من المواد المتنوعة، وكل هذه الجهود تأتي في إطار التناغم بين كل
الأجهزة الأمنية الموجودة في الولاية الشمالية. الآن أول يوم إدارة مكافحة التهريب الجمارك بالولاية الشمالية وضعت يدها على هذه الضبطية، ودي كلها يعني جهود مستمرة. وكان الأسابيع اللي فاتت في كم من الضبطيات عربات وإبل وغيره من وغيرها من الضبطيات تم ضبطها، وستستمر إن شاء الله الجهود في الولاية الشمالية وتناوب في كل الإدارات المختلفة من رئاسة الشرطة. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع الآلية الإعلامية المشتركة الخاصة بمصفوفة المرحلة الانتقالية مع مديري القنوات التلفزيونية السودانية. وأكد عضو الآلية الإعلامية المشتركة ماهر أبو الجوخ في تصريح صحفي أن الاجتماع استمع إلى تنوير حول الإجراءات والخطوات المرتبطة بتنفيذ المصفوفة وأداء المؤسسة الإعلامية والقنوات التلفزيونية والمعوقات التي تواجهها. وأضاف ماهر أن الآلية الإعلامية المشتركة أكدت لمديرية القنوات حرصها على تمليك الحقائق والمعلومات. وقال ماهر إن الاجتماع لا يهدف إلى فرض توجهات محددة على القنوات التلفزيونية، ولكنه يأتي في إطار التشاور والتداول حول الآراء. الاجتماع وقدم تنوير حول الإجراءات وسير الخطوات المرتبطة بتنفيذ المصفوفة قدمه الباشمهندس خالد عمر يوسف. تناول الاجتماع أيضا أداء المؤسسات الإعلامية والقناة التلفزيونية والمشاكل التي تواجهها. من جانبها الآلية الإعلامية للمصفوفة أكدت للسادة والأساتذة مدراء القنوات التلفزيونية على حرصها على تمليك كل المعلومات وكل الفعاليات وخلق قناة تواصل مع القنوات التلفزيونية السودانية بغرض تمليكها كل المعلومات والتفاصيل المرتبطة بسير وتنفيذ المصفوفة. هناك اتفاق على أن يتم أيضا لقاءات دورية مع السادة مدراء القنوات القومية القنوات التلفزيونية السودانية بغرض أيضا مناقشة قضايا أخرى مرتبطة بعمل قنوات التلفزيون السودانية. هذا الاجتماع ليس مقصود منه بأي حال من الأحوال وضع أو فرض توجيهات محددة على القنوات التلفزيونية، ولكن هو للتداول وللتشاور لتمليك المعلومات لهذه القنوات بغرض مساعدتها وإعانتها على طرح المعلومات وتمليكها للرأي العام. في تقديرنا أن الأيام القادمة ستشهد الاجتماع الثاني بين الآلية الإعلامية والسادة مدراء القنوات التلفزيونية، ولاحقا في تقديرنا سيتم لقاء آخر مع مدراء الإذاعات الموجودة في البلاد العامة والخاصة أيضا في إطار استكمال جهود الآلية الإعلامية لتمليك المعلومات و إيصال الحقائق للأجهزة الإعلامية وتم تمليكها للمواطنين والسودانيين.